جولتنا الصحفية مشاهدينا لهذا اليوم خصصناها للأخبار التكنولوجية، والبداية من صحيفة الوئام السعودية التي نقرأ منها: سيارة طائرة تنتقل من الطريق إلى الجو في 3 دقائق فقط. تسعى شركة إيرو موبايل السلوفاكية إلى حل مشكلة فشل البنية الأساسية من خلال تصميم سيارات طائرة تستعمل السماء، إذ تعتمد السيارة الطائرة على مدارج المطارات الموجودة حاليا في سبيل تخفيف الضغط على الطرقات الأرضية المزدحمة. وتدعي الشركة أنها ستكون جاهزة للتسليم في عام 2020. نطالع مشاهدينا من صحيفة اليوم السابع المصرية: مايكروسوفت تتيح تطبيق مطوري ويندوز على منصة أندرويد. أعلنت شركة مايكروسوفت طرح تطبيق مطوري ويندوز على منصة أندرويد ليتيح للمستخدم التحكم في كل الأمور المتعلقة بالتطبيقات، ومن المنتظر إطلاق النسخة النهائية قريبا. ويتيح التطبيق للمستخدمين معرفة تعليقات الآخرين على التطبيق والرد على استفسارات العملاء. واخترنا لكم مشاهدينا الكرام من صحيفة القبس الكويتية: حافلات كهربائية في لوس أنجلوس في عام 2023. تنوي مدينة لوس أنجلوس الأمريكية المعروفة بجوها الملوث امتلاك أسطول من الحافلات الكهربائية بالكامل، لا يصدر عنها أي انبعاثات لغازات مسببة لمفعول الدفيئة بحلول عام 2030. ويعمل أسطول الحافلات الحالية في لوس أنجلوس بالغاز الطبيعي المضغوط الذي عد عند اعتماده في التسعينيات أكثر الخيارات مراعاة للبيئة. صحيفة الغد الأردنية عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: تطبيق جوجل ينبه المستخدمين في حالات الكوارث. تسعى شركة جوجل إلى تنبيه المستخدمين أثناء البحث عن الكوارث أو الهجمات الإرهابية أو الأزمات الأخرى، إذ أوضحت الشركة أنه في حال قيام المستخدم بالبحث عن مكان الحدث في أوقات الأزمات فسوف يظهر له أعلى نتائج البحث إشعار طوارئ، ويتضمن هذا الإشعار الخرائط والمعلومات المستمدة من السلطات المختصة. ختاما مشاهدينا من صحيفة النهار اللبنانية: وإطلاق هاتف LG في 30 من شهر آب أغسطس الجاري. بدأت شركة LG بإرسال الدعوات لحضور حدث الشركة المقبل في 31 من شهر أغسطس آب الجاري، وسط توقعات أن تعلن الشركة عن هاتفها الجديد LG V30. ومن المنتظر أن يكون الهاتف متاحا للمستهلكين بعد أيام قليلة من هذا الحدث، وتشير التقارير أنه سيبدأ بيع الهاتف في كوريا الجنوبية.